أنا ما نتصورش أنه كان السيد وزير بن جدو مقنعاً في الكلام اللي قاله اليوم، فما برش أسئلة مطروحة، وشفنا حتى نقابة الأمنيين يعني قالت أنه الكلام هذا مش مقنع وثم مشكلة كبيرة منا حاصلة اللي هي قارة تمنع الأمن أن يقوم بدوره، أشياء اللي هي تدخل في إطار أشياء موازية حاصلة يمكن ولا توظيفات في وزارة الداخلية، بعض الأجهزة المهمة اللي تم تحلت كما مجلس التعليمات، ثم أسئلة كبيرة قاعدة موجودة. كيفاش الشخص هذا معناها قام صارت عملية القتل هذه اللي ظهر الناس تحركوا فيها بحرية كبيرة ياسر، كلام على أنه ضبط معناها مخزن تاع سلاح حصل تقريبا قبل يومين من ثلاثة من الاغتيال، يعني ثم مشاكل كبيرة قاعدة حاصلة. أعتقد أنه هناك أسئلة كبيرة على الأداء الأمني، أنا ما اتهمش السيد وزير الداخلية ولا الضباط الشرفاء، لكن ثم حسب نشوف ثم المنظومة كاملة بتاع الأمن يلزمها تعديلات صحيحة وجوهرية، وأولها عودة الشخصيات والضباط الحقيقيين اليوم قادرين يمسكوا بالعملية الأمنية، يبدأ الأمن يخدم مستقل، وأنا متأكد أنه قادرين رجال الأمن يضبطوا الوضع الأمني في أقرب وقت. ثم مشكلة التنسيق مع الجيش زادة اللي يلزم خلق وكالة استخبارات وطنية اللي هي تجمع المعلومات، ويلزم التنسيق مع الجيش في إطار مجلس أعلى الأمن حتى يكون الحرب على الإرهاب هذه يكون حرب اللي مشاركة فيها الجميع. أسئلة كثيرة، نقاط كثيرة، وأعتقد أنه أهمها دليل الفشل نتاع رجال الأمن أنه القاتل استعمل نفس المسدس، نفس الفرد يقتل به شكل بعيد، خرجوا الفرد هذاك مش يقتل به الشهيد محمد البراهمي، حب يقول لونكات اللي كانت تقبل على شكل بعيد، أعتقد أنه ما كانتش ناجحة، والقاتل وكأنه أصبح يستهزئ يعني بوزارة الداخلية وبرجال الأمن التونسيين.